البنات صباح النور عليكم، كيبقيتو؟ لاباس عليكم. المهم ما شاركش معكم الاول، لا جينا راني مشاركاها معكم من قبل. انا ديال اليوم ان شاء الله بحول الله هو سيطر ان شاء الله كما تشوفوا معايا. خليكم معايا هذا النهار، غنوريكم القريشلات اللي غادي ندير ديال الفطور. بما انه حنا في هذه الفتره هذه راكم عارفين ما تلقاوش مسائل ديال الفطور، فخصنا نديرو شي حويجه للفطور. يلا خليكم معايا البنات. انا ساليت الخبيز ديالي وجد ولله الحمد. خليكم معايا هذا النهار حتى تشوفوا النهار ديالنا كي غادي يدوز في الحجر الصحي، في الحجز الصحي. المهم كما بغيتو تسميوه هو هذاك. يلا خليكم معايا تشوفوا البنات. الزوج ديالي تيحط الصباط ديالو في الباب، ما تيدخلوش حتى تيتغسل بجافيل، وخلاص جاب البوطات ها هما غادي يغسلهم وغادي يرشهم بالجافيل عاد ندخلوهم للدار. ضروري من الوقايه، الوقايه خير من العلاج باش ما نوصلوش لشي حاجه اللي ماشي هي هذيك. كما تشوفوا ها نتوما، متخافش صور لك رجليك كما تشوفوا. ضروري ضروري حتى هادشي راه ما خصناش نتهاونوا عليه ونساوه، ضروري ما تيتقاس. لهذا خصنا نديرو الاحتياطات ديالنا. تيرشي جافيل، هذاك راه جافيل والخل. كما شفتوا انا شاركت معكم هادشي اللي كيدير الزوج، دابا غادي يغسلهم ويدخلهم ويغسل حتى الصباط ديالو عاد يدخل. خليكم معانا. المهم البنات كما تشوفوا داير جافيل في الرشاشه وتيمسح. هذه هي الحاله ديالنا، راه من النهار اللي وقع فيها تعلن عليها على هادشي وهو هكذايا. احتياط واجب، ما نقول لكمش. خلينا نقيين اكثر من القانون. باش نديرو في عاد ايوا وفر هادشي خاصنا نديرو دائما. و الانسان تيغفل على بعض الامور. القصه ديال الضو تندخل تنقصها، وانا هو اللي تنخرج دائما. مسحوها عقموها، هذه هي حالتنا يعني دائما. كل فوق ما تيخرج او تيدخل تيزيف وتيهز هاد البخاخ هذا اللي فيه جافيل. ايوا وها نتوما واحد المساله اخرى، الجاكيت ديالو فين تيحطو على برا، حيت تيخرج به تيحطو على برا. اخوتي كي بقيتو؟ كي بقيتو مع تمارة؟ و كتشوفو تمارة اللي انا فيها زعما حسن عوانهم العيالات، والله والله الا حسن عوانهم. ساكن دابا عاد حسينا بهم دابا، وتحية ليهم والامهاتنا والله يخليهم لينا يا ربي يا ربي امين. اول حاجة ان شاء الله غادي نديرو واحد الطاجين فيه طريف ديال الدجاج. طريف ديال الدجاج؟ علاش درنا غير طريف؟ لا طريف ديال الدجاج تنعرفوا كي نديرو سيروا الايام. سيروا الايام اخا، والحمد لله الماكله كلها مزيانه، يعني الانسان اللي كلاه غير يكون صحي وطيب بواحد الطريقه نقيه. واول حاجه اول حاجه اخوتي نغسلوا يدينا مزيان. انت هاد الفيديو اللي انت توجهوا غادي تنوجهوا دابا غير للرجال ربات البيت. واخا للرجال دابا تقلبات الايه دابا. رجال اللي ربات البيت دابا باش نقسموا الحياه. واخا قنتي قنتي شارك معنا التجربه ديالك. والله ما قنت، شاركها مع الناس اللي غايشوفوك والرجال اللي غادي يشوفوك. لا والله ما قنت، الحمد لله جالسين مع وليداتنا. شنو تدير؟ مرتاحين. شنو تدير نتايا؟ شنو تدير؟ وزيد الحياه هي هذه. شنو تدير في الايام ديالك في الحجر الصحي؟ كيفاش ينزل لك النهار؟ شارك مع الناس. تنوض اول حاجه، اول حاجه نفطر مع وليداتي، وثاني حاجه قهوه ديالي تنصابها في داري. هذا هو الروتين ديالي انا، تندير
تندير القهوه ديالي وتنحس براسي بحال اللي جالس في قهوه. تنشط القهوه ديالي وتنكونسونطرا معاها ونشط التليفون ديالي كيما الايامات العاديه، ونشوف شي حاجه نستافد منها شي حاجه، وخلاص النهار تنقسموه، النهار شويه الطياب شويه ديال العوين مع المراه، شويه ديال التعقيم. الصراحه الله شويه ديال التعقيم ضروري، بديتينا بالتعقيم الصراحه، شويه ديال التعقيم ديال الدار ضروري ضروري. راه هذه وعندنا مسؤوليه، كل راعي مسؤول عن رعيته، بصح كل راعي مسؤول عن رعيته. هنا تنعرفوا تنحسوا بالمسؤوليه. اول حاجه خاصنا نسالوا حنا الاباء والامهات، نسالوا على التعقيم ديال ديورنا والنظافه لوليداتنا، الغسيل والنظافه، ونحضيوهم حيت حنا مسؤولين عليهم. حنا مسؤولين عليهم بزاف بزاف بزاف. دابا اول حاجه دابا شنو غادي دير؟ دابا انا حاليا باش غادي تبدا لنا شنو ندير؟ اول حاجه نغسلو يدينا قبل ما نديرو حتى شي خطوه. نغسلو يدينا قبل ما نديرو اي خطوه، بصح نغسلو يدينا مزيان بالصابون، والمده ديال الغسيل من 30 ثانيه، من 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. واش دقيقه هي ثانيه؟ تغسلي مزيان حتى داك الصابون يقتل هذيك الميكروبات كامله. واخا عاد نبداو، حيت هاد الماكله ديال اللي ناكلو غتدخل لنا الكرشه، ولكن ليها شي حس الميكروبات ديالنا الوجع في الكرشه. يلا بدلنا الطاجين اخويا. بدا اول حاجه، بدا جانا الجوع، الطاجين مازال ما بداش. الطاجين ها الطاجين ديال اربعه ديال الناس، انا وليداتي العائله ديالي هما مجموعين معايا دابا الكوزينه، معايا ولدي مهدي، وانا اعوذ بالله قلت انا، ومعايا الزوجه ديالي، ومعايا بنتي سميتها هبه. مرحبا. انا درت واحد الصراحه واحد القضيه اول مره غادي نجربها، درت المكور قطعت شويه طريفات. علاش؟ باش هذاك ما يلصقليش، حتى لصقليه لصقليه هذيك سميتو، هذاك المكور هو اللي يلصق. واخا المكور نشدو بصله، نشدوها مزيان هكا 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 هكا. حسن عوانكم العيالات مع البصله تتقدم معكم عينيكم. حسن عوان مع البصله، وانا دابا حيت غاليه قابلين عليها. مرحبا. قابلين عليها حيت غاليه، غير نخدم مع عينينا. اها اول حاجه شدينا طريف ديال الدجاج. بسم الله على بركه الله. طريف ديال الدجاج نديروه في الوسط ياك. ثاني حاجه غادي نخليوها البصله هذه، نخليوها من بعد نديرها فوق المعدنوس، ماشي مشكل. اها غادي دابا نستفو، درتي لي بطاطا 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 وخيزو. دابا غادي نستفو بواحد الطريقه يكون هكا مايل، ما يكونش يعني هكا باش نحطو الغطايه تجي مقاده عليه. نحطو بواحد الطريقه بحال شي جبل، بحال الجبل يجي متل هكا. وقف سي بون، مزيان هكا. شطو بطاطا غسلناها مزيان. اول حاجه هي النظافه، النظافه النظافه. نستوها بواحد الطريقه، ما تديرش انت العطريه، ديرها هي الاخرى. لا تنديرها انا بواحد الطريقه، فاش كانت نديرها يلا الطاجين ديالك ماشي بحال ديالي. تنديرها في الكاس، تندير العطريه كلها مع الزيت وكلشي عاد تنخويها هكا هكا. المهم البنات، الهدف من هذا الفيديو هو ان الرجال عندهم ما يدار في الدار. طاحت لي بطاطا المهم راه طاحت له واحد البطاطا ومشى غسلها فركها ما نقولكمش. ويلا مازال بطاطا، هيا مازال بطاطا اليوم غنديروه عامر، حيت الطاجين اللي درنا البارح عجب الدراري وبغاو باباهم يعاودوه. الهدف من هذا الفيديو كما قلت لكم هو ان الرجال يساهموا ويشاركوا، وكاين ما يدار باش ما يقنطوش، راه كاين ما يدار. ومنها حتى يعرفوا العيالات انه مره تيقيلوا مساكن تيقضيو واقفين، يعني انا مره ما تسقيش غير جالسه، ما تسقيش قابطه التليفون، ما تسقيش غير تتفرج، يعني كاين ما يدار. عرفنا بحق ديالكم ياك بعدا، الله يلا عرفنا بحقكم. وهذه تحيه لامهاتنا والعقيزاتنا وكل شيء. لا حنا راه ما تنديروا والو، تمشيو نخدموا تنبدلوا الروتين. نتوما حسن عواكم تقيلوا نهار كامل نتوما في الدار، خصوصا مع الدراري الصغيرين. المهم كيما تتشوف وزيد عمرنا الطاجين ما قرناش. لا لا هي زيد زيد شويه، غادي يجي عامر بزاف. هيدا زيد داك الجزاره. هاد البصله هادي زوينه مالها. قلت لك بابا تقطع حتى دويرات باش تجي زوينه.
مات. طماطيشة دائرية. هاد الخضيرة اللي بقات راه ما غاديش نضيعوها، غادي نخليوها نديروها في شي صوبة ولا شي حاجة. يعني من هنا الليل نقدروا نديروا شي صوبة ولا شي حاجة. صراحة كاين نقطعو غير القياس ديالنا. ايوا ماشي مشكل. بصلة. خلي داكشي، هاد هاد الخضيرة اللي بقات غنزيد عليها وغادي ندير واحد شوية ديال القرعة. هذا قصدي. وغادي ندير غير الطواجن تاعي الشهي صراحة. هادي ديالو. هادي يجي زوين. كما تشوفوا البنات الطواجين رائع والله، غير من الشكل ديالو تيشهي. مسلوتينا نعمرو نص زلافه ديال الماء شطور عطريه. نبداو اللي بدينا ماشي مشكل، بزار ما كثرش منه بزاف، شويه هكا سيبون هكا. نبداو نخرقو زوين، نخرقو ما يكثر لنا منه، ما بزافش التوابل تكون كثيره. المهم كل واحد وطاجينو، كل واحد كيدير طريقته. المهم طريقتك زوينه تتعجبنا ماشي مشكل. غنزيدوك التحميره ياك، جيبيه هبه التحميره لباباك. كما تشوفوا الشكل ديالو رائع، دوك اللوينات ما بين الاصفر والاخضر والاحمر. اياه مطيشه المعلبه، وما ادراك ما مطيشه المعلبه. معلقه هيا ماما بركه، وزيد شي شويه ماشي مشكل. هكا سته بنتي هادي عندك تنسى الملحه ضروري. الملحه هيا المليحه. عوز التحميره بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش التحميره، بالنسبه للناس المصريين او السوريين الباربيكيا تتقولوا لها الباربيكيا، هي التحميره. والخرقوم كركم الزنجبيل والبزار، بزار اسود ما كثرناش الملحه، شعارنا الملحه بزاف لا. نشدو دابا هاد المكونات هادو، نحركو مزيان، نحركو مزيان. هانشوف هكا تطلق هاد دير راسك خلي غتتملصها هكا باش تحرك الطماطيشة. قلتلك سطر بابا. كما تشوفوا على الصوص طلقات. زيد زيد كافيه كافيه. بسم الله. عندك حتى الزيت؟ اوه ويلي عشتي كنت نسى الزيت. تدير الزيت تما في الزليفه ديالك. هانتوما البنات شوفوا هذيك لاصوص اللي دار ديال العطريه غزاله زوينه. من هو غادي يسقي بها دابا الطاجين ديالو. الطاجين تيجي اقتصادي ياك؟ اقتصادي وصحي. وصحي وشهي. حنا اليوم راه ما غاديش نطيبو الطاجين على البوطا، حنا غادي نطيبوه على الفاخر. درنا الفاخر، در الفاخر وغادي نطيبوه على الفاخر. هو تيجي صحي احسن، غطيب على المهل شويه علينا ياك. راه دار العافيه ديجا. كما تشوفوا البنات اللون رائع والله الا رائع، شهي شهي لون شهي.
وهذا هو الطواجن ديالنا، خليكم معنا حتى يوجد له الطواجن ديالو. غادي تشوفوا غتزيد فيه الماء في الجناب، هو سيدير الماء وسيدير كل شيء في دقه واحده، ما تيعاودش شي كما تشوفوا. نزيدوا شي شويه باش ما نبداوش نعرضوا الماء كاع. اه راه حتى الخضره مازال غترخي الماء. المهم البنات، ها هو الطواجن ديالنا يطيب على النافخ على الفحم. طواجن شهي ولذيذ. دابا راه الحمد لله راه وجد. المهم البنات، الى عجبكم هذا الفيديو ديالنا اللي شاركنا معكم، ديروا جيم وبارطاجيو وتابونوا في القناه ديالي الى عجبتكم، وشجعوني كما تنقول لكم دائما، وخليكم في دياركم، ما تخرجوش من دياركم الا كنتو تتبغيو وليداتكم وتتبغيو انفسكم وعائلتكم. يلا خليكم معايا ان شاء الله حتى الغدا وفيديو جديد بحول الله. وتنشكر الزوج الكريم على هذا الطاجين الرائع، تنقول له شكرا، راه زوين والرائحه طيبه وغيكون شهي ضروري، غيكون شهي. يلا باي باي ليكم.